الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه. أما بعد، نبدأ اليوم في القسم الرابع من أقسام الكتاب. كتاب إيش؟ الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة را قودة أفرط فعلا خنجل كمنوتا نجيتو. إذن قدمنا القسم الأول، قلنا قودة جل قبادة برسنية جرى، وهو ماذا؟ المسائل الأربعة، مسائل أربعة. وقدمنا القسم الثاني، قلنا هو ماذا؟ المسائل الثلاثة. وقدمنا القسم الثالث، قلنا هو ماذا؟ أهمية التوحيد، أو لماذا ندرس التوحيد. إن شاء الله تعالى اليوم نبدأ في القسم الرابع من أقسام الكتاب. قودوان شنان كتاب نكون قبر قود أفرفا جلك أم نجد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا القسم الرابع بالسؤال، قود أفرفا باكنا قافيد أنجل قبل، لماذا؟ تنبيها لطالب العلم وإثارة له، طالب العلم كخاسو الآفي، وتنبيها له نما كتابك نتقف فتقرأ دميس. جئت مصنف رحمه الله تعالى بدأ بالسؤال قافيد آني جل قبل، فقال رحمه الله تعالى نجئك ما الجيم الأصول الثلاثة، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. وقوس جيم بدأ المصنف هذا القسم الرابع بماذا؟ بالسؤال قافدا. ما لف قافد أنجل قبوم برباتك يوجدت تنبيها لطالب العلم إثارة له. قافد أواجل قبوم يروتك تكا نما دميس أكنا متك البيران برخ النير أجيبتي فيدمون ما قول أجيبتون. هذا أسلوب جميل جدا. أكا أبان كتابك أنا ديمين ديمو يروغري دعائي أنجل قبوم يروغريو بالسؤال. هكذا ينبغي أن تسير في دعوتك وفي تعليمك. هو جنا ما برسيب، هو جد دعوانا ما جود. قاف قري دعائنا، قاف قريه، قاف الآن. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة هندو سدين التي يجب على الإنسان كإلما نمرت وجب دسن ما الإسين. نبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أن معرفة هذه الأصول الثلاثة، معرفة أسئلتها ومعرفة أجوبتها، واسدين تنا قافي إسيتس ديبي إسيتس بيكم مالي واجب جتون أقرسيز مالجي التي يجب إيه؟ هل هذا يجب على العالم فقط؟ لا، على كل مسلمين ومسلمة، وعلى كل إنسان المن ما مسلمته هندرته وان كان بيكون واجب جدا، لأنه فرض عين. العلم علمان، فرض عيني وفرض إيه؟ كفائي. وهذا من الفرض العيني، علمي فرض العيني رأيك معرفتها بالدليل. إسيتنا دليل وجد هي كائسة لوضي إيسا مسائل إيسا أدلة إيسي مع الدليل ومع الترجمة هي كائسة بيكون أوجدين بيكون نور التواجب ما ركنا إذا بسبر النيجا. هل التعلم فقط كاف فقط برنيت أبتهم؟ قال لا، والعمل اتدلقني أما سو إسيتنا برسيسون أهليكين وأنذر عشيرتك الأقربين أهليكين برسيسون واجبه، لأنه من العلم العيني نمني كرم بيكنا جانبه كان كان بيكت اتدلقنا جانبه ورا براتي اتدلقي اتلينا ما يامي اتأمني نجابه ربنا وتعزيز. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا
صلى الله عليه وسلم واسدي كبيكون اسينما هن جرت واجبا هنوتن مال اسين قبرتي وكا قبرتي ربي ربي بيكو نبي بيكو دين الاسلام بيكو ما رمي ربي بيكون كن اكمي جنة لال ربي بيكو وقو جنة معنى نساء معرفة العبد وربه قبرت ربي ربي إسا بيكون وقو جنة معرفة العبد أول وجود ربه أتي ربي كجراتا تأو بيكو تاك ومعرفة ربوبيته كنات كأومي ياتيسي اوباسي امري مخلوق اغرى قدلت الله قفته بيكو ميكا لما ومعرفة العبد الوهية ربه حق ان قبرمان الله قفته بيكو ميكا ومعرفة العبد اسماء ربه وصفاته قبرت ربي مقول ربي تي في صفات ربي اسابيك ات امنه وجير قلت كم هذه إذا عرف هذه الأربعة بأدلتها بماذا؟ دليل إثيت والجنقاف بيك عرف اتأمني فجير أولتي ما الجامة قافنا؟ اتليامي ما الجامة؟ عرف العبد ربه قبرت ربي إسابيك إذن كرج الكبات ديبي بعضها أيها الأحبة قرج القبات قافة ديبري معرفة العبد أولا ماذا وجود ربه وربوبية ربه وألوهية ربه وأسماءه وصفاته كما هذه أربعة بماذا بالأدلة أفرانك أمالين بيكونا رقاد أوجين بيكوت ربي بيكوت أما أيها الحبة إذن قرج القبات ديبري معرفة العبد ماذا وجود ربي لا تنسى هذا إني جلقبا ربي جراتا تأوبيكونا واضي أيها الأحبة إيجا ربي جراتا تأو دليلا بيتي ربي خلقاته نعتساته أمري مخلوقا قرق قلتاته دليلا بيكونا ميككون إيجانا رب العالمين حقان قبر ما إسا قفته بيكونا رقاءنا كم إيجانا ربي مقاب صفاتك أباتو رقاءنا بيكونا كم أربعة وأفران كان رقاءنا بيكونا ما الجامع ربي معرفة العبد قاف بريه رقاءنا لابد من العمل ثم لابد من الدعوة ثم لابد من الصبر ايجا ونكون اساء الدبه وان اساء الدبه تهجتون درك اما ايجانا وان اساء الدبانان اتدالا جيسان اتنا ما يامون درك اما انت ياكا تيلي تناماتي مالتنا جيه يوجي سنبو نما برسيسون نمو بسيسون قدري تاقا اساتين هكذا دين واجب ثم ماذا ثم الصبر ايجانا صبري واجبي واضح أيها الأحبة إذن نبدأ من الأول كذلك أبرا إيه قال لك أمك ماذا قلنا معرفة الأبد إيه وجود ربه إذا قيل لك وقوس جامي بما عرفت وجود ربك قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا قيل لك وقوس جامي بما عرفت ربك أي بما عرفت وجود ربك رب من كيتو جراتو ووحدانية ربك وألوهية ربك وربوبية ربك وأسماءه وصفاته أسماء وصفات كرهند مالين بيتي إذا قيل لك بما عرفت وجود ربك ربي كان كيجراتو مالين بيتي وقوج سنجاني فقل ماذا بآياته انتبه دمك والدليل على وجود الله تبارك وتعالى كثير وكثير جدا ربي سبحانه وتعالى جراتات أورة رقان كينا كثير هدود نجمل منها على الأربعة إسرة
دملاتي مي أفوري لاتي قبابا على ماذا نقتصر؟ أفوري لاتي قبابا ناجتشور تقدم أنت تقدم أيها المتأخر أنت قلت مالي في كتجدس برسم بانا كاسيتي نمت يا سكيتا تمام طيب ونجمل منها على أربع أفرة قبابا الأول العقل إن جلقبا عقل كينياه أكرب العالمين إني قرتيقا وأومي وناتسي وأباسو أكجرو عقل كينياه نبيكا جيتو أكمت يوجد يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وننفرأت من مال نمي عاقل تقم له ما كئي حال أمماك أجائبا خنلاليتم لكي ونكن أكنومتي أممي أكنومتي أرقمي جئي يادون نخجل ما نخجل ما كناف عقلي إنما عقلي نسافة ياكبو فقون المخلوق خنلالي ترتيب دي سمي مخلوقاتا كنقافلالي ما لبتنا متخن لا بد من خالق من خالق إلا هذه الأمور مخلوق وانتنا إني أومي وهي نجرا جتودا خبتا جتود إذن الدليل الأول ماذا أقل مكينة رقا الدليل الثاني أحس دليل لما فاوان من تلالي أقروا كان جتود ما أكمت يوجدت إجال لالتقرت قران أجيس فكينة أم أنت في كرب إنكي توكو كيسا جرتاتا إنكي روبت أبامي عجنو كاني روم أباميتي يا ربي روبا نوروب سي جنة ربي كينيا خلال نوروبا ما نوروب نوروب إذن إني روبا روب سوهي جرى جتو أباتمان إجان لالي الرجين يجتورا يا ربي إنكي كان أنا الرادين تجي يجت ربي كي خلتما إنكي سمت الرادين وهذا دليل ملموس تجد كوني قارا قاعت لالتي أقرتورا نبي ربي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الشيخين بخاري مسلم كيست قال تقرومي أبا ميتي جاء ربي أعرابي برباه الرباديات قرفيه قام على باب المسجد ولا مسجد دار أبتيه فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال اسق لنا ربك ادع لنا ربك يا رسول ربي هلكت الأموال فرين نجلا أمتي وانقطعت السبل كران كتين أمني ولتديمون أبتي بني هماتي يا رسول ربي ربي كينو خرطوف جنان فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه أركى إسالة مرة رسول ربي ألفوري حتى يرى بيابو إذكي أما الدين ببا إسام اللتوت نبي ربي أركى ألفوري فدع الله رب العالمين أنا خرأتي أدو نبي ربي من برا الراقة دنبوئين رومي روبي هم رومي قد روبو مستين نبي ربي ندمسا دمسي رومي دمسي أريد نبي ربي ران أكتقى ياوت هذا أمر ماذا ملموس محسوس كوني وان إجال العالمين أرقى مجيت دليل محسوس يا مككناكم إذن هذا دليل حسي على وجود الله تبارك وتعالى الثالث من الأدلة على وجود الله رب جرات رت رقام براء الفطرة أومال كل مولود يولد على الفطرة جاء النبي ربي عليه الصلاة والسلام بالفطرة أممامي المنما أكا رب العالمين أنجروا أممام بيك أجدتون أممام بيك إلا ما حصل من فرعون
ونمروز أكا ربي نغرتي قاجر ووري مرمي أكا فرعون فا أكا نمروز فا نتربي في إنجياني مكابرة بيكا حقا إنكارو أكما ربي القرآن كيستي واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة والآن ثم دكت ربي كنبتي بربادو في ملئي وأننا بموسى التنديم حقته فرعون في أرمي فرعون اللين يقين التبيخني الجرانيج. إذن هذا كما دلنا ثلاثة. الرابع دليل اللي أفرط على ربين كن جراتات ورات والنجرون الكتاب الشرع. دليل اللي أفرط على الشريعة الكتاب والسنة. وهذا كثير قرآن فديزة كيستي أكربين جرو كان نقتلتو هدور. ومن ذلك سنرى كنا كالشيخ محمد بن عبد الوهاب مفيدا قوله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا دليل من الكتاب على ماذا؟ على وجود الله تبارك وتعالى. إيجنا مال في دمس. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أكرنوا جهة رقانوا جهة سيجد رحمه الله تعالى. انتبه بك كانت وانت دميتم حلقني في قيا عدو في دئة ما الجئي يا أبي محمد بن عبد الوهاب آية جئين هقام موغر كي دكي في سمي وما الجئين مخلوقات ميكم جئي فإذ ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع من فيهن وما بين مخلوقات جئي كأتدر أمو ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر. إذن الليل والنهار والشمس والقمر تسمى ماذا؟ آيات. والأرض والسماوات وما بينهما تسمى ماذا؟ مخلوقات. قالوا والنما ربي أمهندنوا مقا آيات الليل وما قباته وفي كل شيء له آيات على أن تدل على أنه واحد. ربي انت قطعوا ربي مخلوق ايساهم داخل سوء مخلوق نساهم دينو آياتك كجئ وسان مالي بكنا جئ مالي بقرتي والأرسيسي هاسي وقو لا وقو حالكنيتي في قيا عدو في جئ آيات جئ يامي حبو قرتي قا دستي بي سميتي بي وان ادو إسال لما جدو جر وان إسال لما كيس جر وقو دبتمو أكا وقو دراسة نرى والأرسيسي مال جئني مخلوقات جي محمد بن عبد الوهاب لماذا غاير بينهما؟ اولا لفظ قرانات مغايره قديفه ما الجي قراني هو الكني في قيا دبت ادو في جي دبت ما الجي دبت ربي ومن اياتي وجودك في سمي دبت وما الجي ان ربكم الله الذي خلق مخلوق جت دان دبت. اذا وكل مخلوق هو ايه على وجود الله. قالوا مخلوق نهندنو آية وآياتا مدثلة آية لكن غاير الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين الآية والمخلوق. لماذا؟ لأن الآية تتغير. آية نتني ماذا؟ تتغير. مثلا الليل والنار تتغير ولا ما تتغير؟ والشمس والقمر تتغير ولا ما تتغير؟ كناب والأبسيسها شيء النت. إذن والجواب أنه إنما غير لأن الآية إيه؟ لأن الآية ماذا؟ آيانك آيدائسي تتغير مثل الليل والنهار والذي يتغير يكون فيه قوة دليل على الذي لا يتغير. أكا رب العالمين جديرا فكت جديرا أكا جرورتي رقع الجبال مال متغيركم قاري. هذه الآية في إذن كان بود والرب هو المعبود أكن جتوتي نوتر كامفتي جتوت والرب هو المعبود. إذن ربي سبحانه وتعالى
إذا كان هو الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع وهو وإذا كان الليل والنهار والشمس والقمر وما وكل هذه إذا كانت آية وكل هذه كانت مخلوقات لله يجكهن دينه كالرب العالمين خطات تاتي فأي عبادة لا يمكن أن تصرف إيه؟ لغير الله عبادة تقول نتيجة أسلا واني قرتي اني دكي اومي سمي اومي الله تو امنو نبربا تجير اكاتت الاب النوبي لا ايجا خجتي سمي اومي الله تا ايه اني اسا وجي مارغر هنقبو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ايجا كامري قرقا قلتو رب العالمين اقفته واني هندو قرتي قا مخلوق ايسا قتاتو تاتي جبر من حقا إسقف جتورة كجنيو إذا جبر من حقا إسقف جتورة جنيه هل يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله عباداتك إذا رب إنت إني يقولون نتاتي نتاتو جتو مالف لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وحده إساتو خدت تمي ديوان إدو إسال لما نجرو بتا إساك أوب إيجا بيتا إبيكا أومي تاهي هو المعبود وحده إذا دقوا باقى الدرمون حقتها آجي أبكم ابن كثير مالجن ألا خالق لهذه الأشياء وحده إني قرتيجا وهنت خطاء إساء أوميكون هو المستحق للعبادة إيه وحده إذا ما تقوا باقى الدرمون حقا قرأتي إذن العبادة حق من؟ حق الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تصرف لغير الله إبادة إذا رب تهيني أين يمافو إبادة قرون همبك وجدتنا فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله إن عباداتا إذا رب تهيني يقول ما هو فهو مشرك كافر هل فرق بين المشرك والكافر ليس فرقين يجب يقول إيه ورّي فرقين جدّو جراء جي فرقين جدّون جرو جدّو ترى بريدة المشرك هو ماذا؟ الكافر أما نمي توقو خائنا ما يامنّي ودونا ما يامتّي ربّي تشارك تيسي جنّا نمي تكون كافر أما لمشرك أنجي أمو يوسين جاني لكي ربّي تشارك تيسي إني كنس أينيون وانني ظاهر أنقرتيك ربّي تشارك تيسي فإني يامتّي سون أدام مكتي وجراته باتس فهو أشرك نفسه بالله ربي القرآن كيستدي مالجي ومن أضل مما أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إذا نمتكني فإن لبو إساء إن شريك قدي ربي شريك قدي جيتو لا يا راضي ولا ما راضي هاته إجا فمن صرف نمني رجل شيئا من العبادة إبادة رواتك نمني قرتيجا إذا رب انت إني قده فهو ماذا مشرك عافظ أستوان تقو إذن دم يسون برباد سني ما ليوجدت نتأمى طلاب العلم نحن ماذا طلبة العلم نمني تقو كأيتي مثلا نحن نعرف يقينا حقا أن دعوة غير الله ما هو شرك وكفر رب الإنساني وان برايا مطل شركي دا كفري دا ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله إبادات ساتق خرم كمخلوق أقول رب الإنساني ما لمن أمتزم مشرك أكنت أمنوكا واضي ولا ما واضي فاتينا ما تقو أقرت إذن وننرى إيجامو أن ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك يابو شركين دلاجين إبادة راقصت كل مخلوق أنقرين شيخ أنقرين إنس أنقرين جن أنقرين ملك أنقرين إني إبادة راقصت كملك أنقرين جن أنقرين شيخ أنقرين إنس أنقرين إني كافرة نمانا قرتي ملائكة أنقرين إنس أنقرين إبادة وانقراجرات أنقرين الله قفا أنقرين جنة نما يامون هذا وظيفتنا والتحذير من الشرك أبو رب تشرك تيزين
ربي ديرتي وان برو غابا يامت شيغا غابا يامت يا رسول ربي نادر مت يوجت كوني شركيدا كين شرفتي فين ربي تشركي فين جنة شركيدا ارغون هذا ما هو وظيفتنا وظيفة كين يكون أمو نمي تدوك أرغم هدو غير الله هذا بالتعيين نمي تكنا انغرتي غا كافر جتمو مال جتا جاني يوشي غابتني قل له هذا وظيفة ماذا تعييني غابة بك معين نفه مقاعد أهون غابة نفه نمشي مقاعد أهو ما تكون كمقاعد تا أبلو أبلو جاء مكون كافرة جتة اتبرتسو وظيفة أنيوتي وظيفة أهل العلم أهل العلم وان أكنا مرتسان كوني أنيوتو أهل العلم جاء ما يوجدت كتاب بيبي إلى أهل العلم جاء مفقود كتابتك أفان ربا غرا أفان كنياته كبروني عالمنا من قد وان كتاب الرجل حديث لكم حديثكم أكنا حديث لكم أكسي كنا كنا جتيه كبرون عالم من قد عالمتهم دبين ساجبا مثلا مجملان قرآن كمي آياتوتا ميكا مفصلان ميكا ناسخون ميكا منسوخون ميكا كم مسائل الاجتماع الاتفاق مسائل شريعة كنرى مسائل لقرت إجماع ميكا مسائل لإجماع انتهينا مسائل لخلافة ميكا وانا كنافة بيكونا وبرباتي أما نمتك يوني في النعالم مثلا كجوته ما شاء الله كم مسائل الاجتماع من مسائل الشريعة مسائل شريعة كنكيسة حاجمي مي وكم مسائل الاختلاف مسألة إثي تسبب خلاف نجرو ميك أجي قابر وكني وانتوتنا مئت عالمته الرأي أما قال نجي إيه أكنا جي إيه أكنا جي جنة والاتموني طلبة العلم وملي علماء نمان قدو شيخا جي شيخا جينا مثل يامين جنة بيخان بارجين أمو آية شيخا أقول سنجي أنا نعم جي وما فتيابتين سقبرين زبا نيبر كم دبتو جير تورى كتابة توجي تورى كتابة عالمة جيتوني هقول جافة قرتي جادوبة أتجي لين ما أكمين دوبة جاء ما يوجد انظر أنا الرأيين في كتاب الرلالي بر ليه كتابة مكان سيلا سيلا كتاب جامع فضائل العلم كتاب جامع كابن عبد البر بني في جامع فضل علم كتابة جام بني لاي أترتي ابن عبد البرين ولما جدتون ما أكمين جاما أخجوا وما قبرين في درسان عالم جدتون كانت عالم جاما ما لاتي يكون قبروا ما في عالم قبروا ما في درسان جيما لي كن عالم متي أكور كتابة جوت عالم ما انفقود أمو فقو متي كتابة سنرابة لنا اللال تاتي ببين إرتودا ليه كتابة جامعو فضل العلم كتابة جامو كأين يتني سنجي كابن عبد البري أترى دي بياتيني أرغتني أترى يوبرتني ويو إذن نحن ماذا أيها الأحبة طلبة العلم إيجا طلبة العلم تاني وظيفتنا التعليم وظيفتنا ماذا الدعوة وظيفتنا ماذا الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك نامك لا إله إلا الله محمد رسول الله جسو تجرو جاب تعيين برجيني إذا كفر سيسون وظيفة أين يتجني وظيفة أهل العلم تي. أما نامك كافرة أتبعي إبليسين كفارة دجالين فرعون يقال إيه جرى كفيتين كافرة جيسين جنة لا إنسو أتبع هذا أميري إنسو كافرة أتبع هذا آية أما بكنو تقرت وظيفة أهل العلم تجاجر كمي كمي نامت إسلام ما همت فلا إله إلا الله محمد رسول الله جو أكنو ما ودي يرتكب بعض المكفرات عند التعيين بك مقاعد أوفني أبلونكم مسلمة مور جتو جينيتي نامت كان كفريت مرتيس بي لكن مستكن كفر عنده شبهات عنده جال عنده موانع لم يتوفر شروط التكفير وعنده موانع التكفير انتبه للتكفير المعين تكفير المعينين
له ماذا؟ ضوابط سيرك. لا نمتي مكفران إرى أرجمه نمتي إسلام ما همته كافر جانية تباسهم ما البرباد. لا بد من أن تتوفر له شروط التكفير وتنتفي منه موانع التكفير. لا شروط التكفير قوتهم تفي موانع التكفير براء أبامو. مثلا أما نمتي دكو شروط التكفير قوتته واسلا اتين كافر جمهن دليك أب لكنه موانع اتسك أب أكد حكمي كان إسرات حكمني وان اتسود تجرجر جهالي را إما شبهات را نمتك كنبرا اتسنس انجرو نمتك مو هيرا حكمين كل اتين إسرات جركيزة حكم مقوتته هيا كافرة قبري مسلم توتات أولميني جاني مرتي كان أقنون لمن؟ لمن؟ لكبار العلماء للعلماء ما لبدو الدين تنجبدودا نمت لا إله إلا الله محمد رسول. أما بالجملة بالإطلاق بك إطلاقاته من دعا غير الله فهو ماذا؟ مشرك كافر. ومن سجد لغير الله فهو ماذا؟ مشرك كافر. الكفار الذين كفروا مثل فرعون وأبي جهل وإلى آخره فهم ماذا؟ كفار. راضي ولا ما راضي؟ ومن دعا غير الله فهو كفر. لكن فرق بين التكفير المعين والتكفير المطلق. اينو بكل التكفير المعين والتكفير المطلق عند بعض تجي يقول اينو في جري نامت اسلام ما همته كان بغاظ غرتيغا انت انك كافر جاني مرتسون كافر امتي جتو توس اني كافر جتو توس ما هو لمن للعلماء. واما بالاطلاق اطلاق التيو ومن دعا غير الله نؤمن بأنه ماذا؟ مشرك كافر. ومن استغاث بغير الله فهو ماذا؟ مشرك كافر. ومن ادعى علم الغيب إما لنفسه وإما لغيره من علم الغيب بيك جاء تكاو أبن علم الغيب بيك جاء من فهو ماذا؟ مشرك كافر. أتنت أمن ناجد في باب التعيين فرق بين التكفير المعين والتكفير بكت أكا خوارجان تاني لا في جدا بكتان الرجل. أنا أحذركم تحذيرا في المعين بك تعيينات دلقا كينيامتي. واضي يا جماعة لا يمكن أن يحكم على إنسان من الناس أنه كذا أنه كذا طلبة العلمين مرتيكنا كنون هجي كينيامتي ما لنا متكون تري ما وعني التكفيري تبرجرا لكي شبهة ويتبرجرا تبتعون متكون لم تتوفر عنده ماذا التكفير. إذن أتي وظيفان كان كطالب العلمين إذا كان جيت بكتي سنة إيجاد آيتين سنة بكتني محل مزلة بكميل لنا ما متتعاف أتي حنق أبلون مقارو يتيك برسيب سنتي هن أمن ليه ونجم نجم نما كبرسيسون نمت لا إله إلا الله محمد رسول الله جو تعيينا كبرسيسوني درك أمكان كيتيمتي. لكن من دعا غير الله فهو كافر ومن استغاث بغير الله إطلاق أكنت أدام باسوك إن برباتك. وظيفة طالب العلم أن يتعلم دلقان كيسا برتو علمي حفظو نما شركي رارورقو أمته وابرسيسو أما أنفا تقرتي فلا إله إلا الله محمد رسول الله جي سلاتيس ومنو تجرو إني كن كفريك أبري مسلم توتات الأول من جتة مرتيك النورو. هل هذا وظيفة طالب العلم؟ نمت كن كفريه العالمين نمت كن كفريه نما مسلمان آلين هذا ليس وظيفة من؟ هجي كاتمتي إني هجي نما براتي نمني برا هجتك. واضي يا جماعة. إذن إهداك نجن برو كافرا أصليين فلا إله إلا الله محمد رسول الله جئين إني سني كافرته إساء تيستي الرات أبدا سنجد تجرة. لا إني سن كافرته إساء مالي بحث واضح إني إفاد ريزم في قلمة سنجل لي هل تشك في كفر فرعون مثلا؟ فرعون كافرته شكيك أبدني نمك فرعون كفرته فهو ماذا؟ ومن لم يكفر المشركين فهو ماذا؟ كافر.
ومن لم يكفر فلانا وفلانا سنجي لم يكلا لا لا تنين كما كما محمد رسول الله جئتك قبت عبد الله ومن لم يكفر المشركين فهو ماذا مشرك كافر لا نشك في هذا نمني مشركوتا كفر سيدي نمني كفارا كفر سيدي إني في كافرا هل تشك في كفر إبليس لا لكن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام إلا بقول حاكم عالم بكل تجسد تجره نمتي عن مسلمة إفين جاء إسلام ماهمت نمتي لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله جو نمتي كنان مكفرات ترى أرجع من خلاف إني كفرت جرا نمتي كنا مقابر مسلمتودات أولنا إعلنا إسلام إعلن الجاني بكتكسي كنبرتي كنون كأنيو تجنة سنتون إثنين تون تنما هم ذاتي متي تنما بوابط التكفير بكيتي هل أنتم تعلمون الآن بوابط التكفير المعين كم بوابط التكفير المعين ما بوابط التكفير المعين نايم أخرج يدك أركب أسودان ما هي بوابط التكفير المعين وما هي الموانع وما هي الشروط شروط التكفير المعين ما هي وما هي موانع التكفير المعين أيها الأحبة أليس منكم رجل واحد صار رجل واحد لم يتوقع خوانك أنا بيان أقول ها ليه إذن هذا ليس ماذا وظيفة طالب العلم وعلينا أن نتعلم شروط التكفير المعين وموانع التكفير المعين إذا لا بد أن نتنبه من هذه المسألة الخطيرة جدا مسألة تنتني مسألة حمت جد بكتين أما أن رأيجت أسني إفيقا جيكم وهو استدال الأحكام على الأشخاص يا جماعة أعمل أوفا تقرة مرتيقة دي كنوني مرتيقة دلاتون أمره ماذا أمره ماذا أمره خطير أمري نساء الفاطع رجبا تنافو نرتي والنجر مال إني يادر صوتا أن نسير على الخط الذي خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خرى رسول ربي نوخاء الرديم وذلك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك كانت قرتين الرأي جماعة كانوا أفوقا ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو ماذا مشرك كافر نمي عبادة وما تقل ربي إيتي مخلوق أبوك مثلا من ذبح لغير الله فهو ماذا مشرك كافر ومن دعا غير الله فهو ماذا مشرك كافر واضح أيها الأحبة مفهوم يا جماعة بككم أكيدا لا تريتوا بدا جدتون بربار إذن إن شاء الله تعالى ما عبادة يونس عبادان قوتمتو ربي إيساني مخلوق أيوزر أن كفري لجنجر ما قصوت عبادان عبادانكم مال مالي جني هلال ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنواع العبادة ذكر ولا ما ذكر ذكر نبدأ منها مثلا بالدعاء قصوت عبادة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نجبة كيسة مال انجل كبنا بالدعاء الدعاء ما هو يا جماعة الدعاء هو العبادة جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بحديث لكنه ضعيف في إسناده من لهيعة وهو حديث الدعاء مخ عبادة لكن الحديث صحيح حديث لبكة كانت في العربوك أبوك صحيحة ما هو الدعاء هو العبادة قال ربنا تبارك وتعالى ادعوني أستجيب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن فأشار ربنا إلى أن الدعاء هو العبادة آتتين كثيرا إذن الدعاء هو الدعاء نوع من أنواع العبادة وسوّن عبادة رأي خدانكم هي فنأتي إن شاء الله تعالى إلى أقسام الدعاء فأقول مستعينا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الدعاء ينقسم إلى كم إلى قسمين
دعاء إلا ما تقود ما أجن دعاء عبادة فقط ودعاء مسألة وطلب مفهوم؟ الدعاء إلى كم قسم ينقسم؟ إلى قسم. الأول ما هو؟ دعاء عبادة. دعاء عبادة وقود المال يوجد الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ونحو ذلك تسمى ماذا؟ صلاني صومني زكان حجين دعوان برسيزون وهذه كلها وأمثالها تنيبي ولد أنا فكرت اللي مال جمتي يا ممتي دعائي مالي دعائي جمتي يا ممتي يوجدت أكوان متي صلاتكن لسان الحال يا ربك ونن قد جي والجو ربك ونن سومنو ربك ونن هجي قدو أكا جنتنا كنتي إبدك جلا نجانا بابتوبي ربك يهو جنتك ناكن إبدك جلا هو أكواك أكنا جئوتي نمن عبادات تجرو كنافو عبادان دينو أفانتكم مال جميع ماما مال جميع ماما دعائي جميع ماما راضي ولا ما راضي. القسم الثاني اسمي لما فاقولي لما فاق دعائي تقودم دعاء مسألة وطلب دعائي مسألة كان كتادة كيامنا جدت كيروه الدنمي دعائي تبيكو كان وهذا ينقسم إلى قسمين إني كني بكلمة قودم إذا كان كيسا تقو عبادة صرفه لغير الله لا يجوز دعاء عبادة قوت مت مالي تعمد برسلسون فدعاء العبادة كله ماذا لله لا يجوز صرفه لغير الله فمن صرف نوعا من دعاء العبادة لغير الله فهو مشرك كمن صلى لغير الله أو سجد لغير الله أو حج لغير الله أو زكى لغير الله هذا دعاء ولا ما دعاء أكنا ما ربي دي سوان برا في صلاة ربي دي سوان برا في زكاة ربي دي سوان برا في حج قري هذا دعاء ولا ما دعاء وصرف نوع من أنواع دعاء العبادة لغير الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة دعاء عبادات جنة سنة كيسة تبقى مخلوق أقولون ما لني ما لني شرك كفر أكبر كفر إيه أكبر مخرج من دائرته يخلد صاحبه في نار جهنم يكون صاحبه خالدا مخلدا في ماذا في نار جهنم. القسم الثاني قوم لما فا من أقسام الدعاء دعاء مسألة وطلة وهذا ينقسم إلى قسمين إنكم بكلمت قودما جدت إلى كم قسمين إلى قسمين قرأ قودما تقودنا جدت أي سكن قودما كيسا إني تقو ربي ديسني وان بروتي قدون مالتا شركيتا إني تقوم قودما نرى تقوم يجوز بشروط وان برود استوان ربي استوان برود يا امتي نيبكا عباده متي وان دي بنيتون مي اكامي غا اني سوني جنن حلال دعاء مساله كم طلب بكلمه قودما اجن المساله الاولى اي يطلب الرجل من مخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله وهذا شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام ومخلوقك أواتي سيقولوا هندن ديني مخلوق أيامتون وان سنرت مخلوق أيامتون ما الجامع شركي لا فهو عبادة لا يكون إلا لله مثلا كمن يطلب الولد أو الدنيا أو غير ذلك أما نمتي إلمو بربارتوك شيخة تقول لك يا شيخة إلمو ناكن يوكا قبري بردك يوجي دعاء مسألة ولا ما دعاء مسألة وهذا هل يستطيع عليه المخلوق إلمو ناكن مخلوق ندن دا وصرف مثل هذه الدعاء المسألية دعاء مسألة كان على مخلوق أقولهم ما لني شرك أكبر مخرج من دائرتي الإسلام مالي بيوجدتي
وهذا لا يقدر عليه حي. لا نم نجر تقوه الموسي كنون دندو أكملت قبري أيته يا أبا قبري يا قبري كيسجر يا ورا قبري كيسجر المونا كنا جتون أكملت دندام كونجا فكيف يقدر عليه الميت وانم نجر وليقولون دندينيه إساد إرقر تيغا بربادون كوني شرك أكبر مخرج من الملة قوني لما فا أي يطلب من المخلوق نمت قيامته مالب لشيء يقدره وان إني دندأو في سيامت نمت تقوتو خيك نجم أما تدرس هذا يا أبا الوجدت أعطني هذا القلم ميك على مكان ناكني جد يا متمو يا مني دعاء مسألة وطلب لكن هذا يجوز ولا ما يجوز هذا يجوز إذا استكمل الشروط كوني يوشرتي أفرقوت تتيني ندن دعم هل أنتم معي أيها الأحبة ناوجين جرتني هل أنتم مركزون معي على هذه المسألة إرادت إيه فتني جرتني ناوجين تمام يوم ناوجين جرتني ندم خلاص بشروط أربعة الشرط الأول أن يكون ذلك الرجل الذي تسأله حيا نمتي أتوان سناكني جدت نما جروته وأن يكون قادرا وأن سنما أسكن تهودا دولا شلالا نما أنتين وأن يكون حاضرا نما أسجر تهودا نما بي بروجر انتين شركيتا خغرتيسي برنجر غيبي خجر قيامة الله قفا راضي ولا ما راضي الشرط الرابع أن تعتقد أن هذا سبب نمتي وانا كنو خناف مالسي تأ سبب ربنا أقول إيه واني أمبر بعد سنة برقو نمتي كن سببها ناتو في ملي يونيب إني سيقلو بعد سنة مبراتو سيقلو هما إني سببا دا واضي ولا ما واضي إذن كما هذه الشروط شرطين تنبق يا جماعة من يعيد هذه الشروط ما شرطي تن اين رنا ديبه طيب ها هي يكون ايش اها نعم اها طيب اها تمام نعم اي احسن اجلس بارك الله فيك اذا بهذه اذا استكملت هذه الشروط اربعة شرط اول افران كان اقرتي وقوقو التتي يجوز ومن دعاكم نبي ربي مالجي ومن دعاكم ايه فأجيبو نما اسيام مال تعجي اوات افي اذن وان اكنا خنا كيسة تجيتو لا قابة شرطين افران كنقو تمتي مثلا مي مثال برا افران سيتو لقمو قادية متجي نمي تتوقوتو بشان التكوفش سيقالين نميتي بشان فراتكم مالجا ستي يا فلان اغثني اغاثك الله نمانا نباسي ربي سيعباسو نادر مدو هركنا قبي نباسي دعاك ولا ما دعاك هذا الدعاء يجوز ولا ما يجوز يجوز بشروط اربعة شرطي افران كانان نميتي اتي عمتين نباسي جتسون يوني في نما سباسو دندأو تأي نما أتجرو تأي نما هو لبوك أبو تأي أتجراتي دندأتيك أباتي نباسو إسا سبب جدت يؤمت يجوز واضي ولا ما واضي ودو كان تأوباتي بشان سفراتي يا رسول ربي بشان ننياتي نباسي جدتكاتي هذا يجوز ولا ما يجوز لا يجوز بل هذا ما هو شرك لأنه ليس حيا وليس حاضرا وليس قادرا لأنه ميت فولا لا بسبب انتفاء شروط تكون في المثال الثاني شركا وفي المثال الأول إيش جائزا أكم مثال ذلك أما جنرة بقية يا رسول الله مالتا شركيتها واضي ولا ما واضي خير إن شاء الله هذه الشروط الأربعة نمني تقم
عن مركز مركز الجامع السلفي مركزه كانت قرؤ برباداج ندف نمتكوت شيخ برنا رقي مغنتانا زيني اكن قبل من ربما ترين مدرا على سي اري امتو هاراتو مركزني كني غوتي اجن نميتا كانت تدفي اكن ميتكو وان كان بربادو وان كان غرتي مغنتا سينو مركزه كيستي نميتكون اكا تقبلمو مغنتانا ميتر كان بربادون نتا مو انتو يجوز بشروط اربع شرط يفر اني بقى بهذه الشروط الاربعة اذا والنسل فتودا دوق ابدا هذه الشروط التي ذكرنا في ماذا مع الكسد ربنا شرط وانقان في الدعاء واي دعائي كسد ربنا نمي اكنو ما جدت في الاستغاثة وفي الاستعانة وفي ماذا استعاذة ونحو ذلك وانتوطع ست ربطة من قوت ما كسدت تقول مثل ما قلت في الدعاء واضي ولا ما واضي نختم بمسألة درسي الآن تنا مسألة كنت أمر اسم الرابعي درسي بايت قون مالي قوية قوية رأوات دندن إذن اسم الرابعي اسمي كتاب التاق ودا كتاب التاق شنان الرئيس أفراد فاراقنا بكهد تقون حارة مسألة كنت أمر حارة أنتنا وهو ماذا لأننا قلنا في شرطين أفراد فاراق أمال النجنة وأي يعتقد أنه سبب نمت يكون سببان أتيك البيت يادو حقيقة أتي وكوان سنسيقون إنيون الله يا بلون نياتش من ربي سيا نياتش سوجد كي أبلون كن سنياتش أبلون كن سنياتش وكسة مالت يا أخي والذي أطعمك حقيقة هو من الله تبارك وتعالى واضي ولا ما واضي إذن نمنكم المسألة الأخيرة كان تدرسي الرأي تنقول منو أقسام الناس في اعتقاد الأسباب واي سبباكنا أكنا من التيادو بك سدتقون نيلالو دندي أقسام الناس في ماذا أقسام الناس في اعتقاد الأسباب واي أسباباكنا سبباكنا أكنا من التيادا يوجنني نمني بك سدت بيلالا قرينا ما اعتقاني اني سببك يستك ابو يعني اني سببك يستك يادو اعتقاني اساك اني سببك يستك يادو قنوبتو اعتقاد صيا تكجي قرينا ما اكاتان اني سببك نتيادو شركة اكبري كب قرينا ما اكاتان اني سببك نتيادو شركة اصغري اذا بك ما يكتبها الصحيح نمني اعتقاني اسا سببك يستك اعتقاد سري تنتجني يانو من اعتقد ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا سببا نما وربي سببا جئ سبب جئياد وذلك اعتقاده ماذا صحيح واي سبباتي والقبته يعني اني ياد سري مثال لسني ربي سبحانه وتعالى وقولكم سني قرآن افرت قرأوا سببا فيادا قد ايد كانوا فيسوا أنه الشافي هو من الله تبارك وتعالى كانوا فيسوا الله سببا فيا ربي نتين فيسوا سنمو ربي ما له قريد بتجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين واضي ولا ما واضي ما رأتي قرآن ربي سببا فياكي ياتي كان فيسوا ربي قرآن في ردك أروي وكان من سردك أرونه مالي قرآن في ردك أروي وكان من سردك أرون مالي سببا رجتي أتين لكم ستيو قرآن في كرات يو خانم نسيت كرأي واعتقادك في هذا السبب اعتقاد ما هو اعتقاد صحيح مثلا لدكم ستنمنكم لأن السبب هناك سبب نفيالا كلما شرعي وحسي جام سبب نفيالا رأيتين فيالين كلما يو لكم ستي سببا فكسفي سؤين رسول ربي ايش فيه انت الشاب شفاء لا يغادر كان ما فيس ايه يا رسول ربي الله تعالى قالوا سببا فيادا مو بكلمتي قدام توكو سببا فيادا حسي جام توكو مو سببا فيادا مال جرين شرعي يعني سببا فيادا شرعي كجام كوني كقرآن
ذكري ككناكن سبب ماذا شرعي يجام كنا كنا رب ما تؤيم إني لما فاس وضاف إياك سبب إيه حسي سبب أبا تماج ظاهرة جت كظاهرة سوني أكم يوجدت كشرب العسل أكدي مرقو والحجامة لكم ستيكو بمو وهذا سبب إيه حسي سببا حسيا كانت إيه نتو إيامي شريعة ما كان نتو إيامي يجدتون إذن نامي تطوكو غرتيكا سببا حسيي كان يوفا يرمي وانش سبب نكون سببا حسيي دا سببا سياك حسيي تجدتو كان يوكا شريعة نتماك طوك يوكا أوغي سوال سني تنتم الطبيب صاحب الخبرة قرطة وان سنيتو كنين نكوني دوامتاتي سنجي قرنا لان الرجي نجي تجربة لان الرجي سيخنا متان نلقب جتيتما خنين فرأتي فارستامول ايش اسمو فبراتا وسيب بيخا بشان تفرأتي قالا وقوت وهذا سبب للشفاء سبب ايش حسي سبب ماذا حسي قارو كوني سببا رجئين امنتوك ربين سببا رجئين شبهات جئون وان قرتيقا سببا السيين انت ايو فايدا مما وسببتون نجرتي كم جئين جلئنا برا منوان انتان يورك هل يكون هذا سببا؟ لا سببا توصل واضح المراد وننجد شبه بعد إفادة طيب إذن حال لأما دبرتين يكون سببا شرعي انتهو سببا السيين انتهو كان قرتيقا سوابا فياقوا أن يادون اعتقاد مالي جاما صحيحا الثاني في الاعتقاد قولني لما فا اعتقاد كيسبتي كان أمني قرتيقا تواي سوابا كيسبتي أن يجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا سببا والربين سببا أجئي شريعا كيسبتي نونكائن سببا قد إلالو سوابا قد إيادون وهذا شرك أصغر أصغر شرك إيه أصغر مثال لي يكون شرك أصغر جام وربي سوابان قولي مال قولي نمت تكون مثال لي إساء أكا بودان ننياني يوكاو أكا جنين جولينا را وسواسني جئت آية الكرسي برسي ورقارت يوكاو مقالة رابطي يقدار التلطف سبب مالتي سبب وسواس جولير أقنا ديبئو واضي ولا ما واضي هل جعل الله هذا الفعل سببا ربي وان أقنا سببا فياتي تألا يا برتي قرآن بريسا قرق دات رتي لتفوني سببا فياتي ننجي إذن هذا الرجل جعل ما لم يجعل الله سببا إيه؟ سببا وربي سببا فيان قولين سببا قولين واضي ولا ما واضي مثال آخر مثال برو نمشت فرد قبا قال قبا وما فرق قبا جن ومخينا قبا جن أكا إجب دانيان نجئ وأكا حركا ويفا مرمت الراسات وأكا قافا يوكاو متاهوري نجري وأكا متاهوري كنفوري مخينا كيست فردرت قانقيرت علمه لارد يوقعوا شك شك جو ونحو ذلك مالي أكا إجي بدانا إيه جول لنا جلانيان علمه لا علمه ري علمه فرداء علمه كذا علمه قالا وإلى آخره أكا وانا كان أكا مخينا كان بدانيان أكا واجنين ندرر هذا جعل ما لم يجعل الله سببا سببا وربي سببان قدين سببا قدين وربي سببان قدين سببا فإذا كانت جانياد ما هو شرك أصغر وإن كان أكون شركي لا واضح يا جماعة وإن كان أجر منجر ورم من أخي ستنمني وعلى طفات فلا منارت يوكي وانا دادا بالرئيسي مثلا الحسود لا يسود حاسني هموتمو الحاسد لا يفلح حاسني ملكاو إيش ونعم ذلك بروغ راغرا ودل لطف وانا فيدي الافلاتب واضي ولا ما واضي الحاسد لا يفلي اسال الله السلامه والعافيه مالي بكنا غوتي يوجت مال سينجا غرتي بر وني كناكوني سبب اللي ده في العين
إجابودانا مرة عديه بسوف سببانا ما تأهي نقول له أيها الرجل هذا شرك أصغر يا نمت والرب سببان قد إن سببان قد كن شركي را توب إلى الله دلقان كم مالني هذا العمل ما هو شرك أصغر يا نمان مالي وانا كنافا برق شرك الأصغري كن. أما الرجل نمت كنو مشركة هجرة قلنا ما هو لكبار العلماء جنة جرامتي طيب قاعفة قرت عيني الاجتوكي فاضي ولا ما فاضي طيب إذن اتق الله يا نمت ربي سداد كيف تضو هذه الأشياء أكمت والرسول لربي سببا أنجين والقرآن سببا أنجين أتي سببا قد نمنا نبي ربي من انقبو فكامنا ساكتت وانا كنافا نسي إجابو ذاتي جيت نبي ربي هورين كبو قالن كبو رئن كبو فردن كبو غانجن كبو حرين كبو المو فردن كبو المو قالن كبو ما كلن دلقين أبو ربي سداد كل شركي راتي نمن الراديبي المو كبو نبي ربي ما المو ساتي وانا كنا صلبا إجابو ذا نمن راديبي سنة ما تأجي ما فنسي جنة نمي تكنا ربي سداد جنة إرى أرغون دعوات تقولون نرى إيقما واضي يا جماعة إفهامتي وهذا قلنا شرك إيه أصغر شرك أصغر أما نما توقو قرتي سببا قرتي حركنا متكنا قبون سببا فيانا سأجركنا ما قبل هذا شرك ما هو ونكنا شركي دا القسم الثالث قسم سدفا دامو شرك أكبر شركي الرقودة مخرج من دائرة الإسلام شركي قد أمنتا إسلام أرانا مباس نمني وان أكسيدا لقي خالدا مخلدا في نار ماذا جهنم نمني تي إبدا كثة دلالمتا أبي لها بيوجين أبي جالي وجين فرعونا وجين إبليسي وجين قريسني وجين ورأي إبدا كثة حفوتا نسأل الله السلام والعافية ميسني مالي يوجدت أن يعتقد أن هذه الأشياء هو التي تدفع بنفسها واني اني قرتيقا ففت لسكن اشماتو حمتون مرة ديبسة ما تم ايسيتين اشماتو بدان مرة ارقاو ما تم ايسيتين سببا ايسيتين ربنا مرة ارقا ورجي مال جنيني شركي جن امو قرتي اني خمال اني اشماتناتو حمتون مرة ديبستي اجا بدان مرة ديبستي دراران مرة ديبستي اجتوياد وهذا الرجل خارج عن الإسلام كافر بالله تبارك وتعالى إني سربت كفري جرا توبة جرا إسلام نادي بودن دوق أبا واضي يا جماعة إذن شريان جابوان شركي أجدت كان الرانو أرجتو وان ما شركي أنت إلا فنوكي سجرتي وان تاني ففني فتوقع إيه لا متاسنجا وان قطي الدادة من كيست وان يابيرت ففني فني إجابودا إتيني في الرار أرقو جول الرار أرقو كان جابن الأرقو شريان إسلاما وان بدل سني مو شريعان رانا من بافني واشركي انتاني كان نقول اني كبا كبا إيه مالين جابا إجابودا سداد نبي ربي عليه الصلاة والسلام العين حق إجابودا من ياتو وان حكيت قرو إجابودا سلانا من ياتو كان مالين في الرار يقدر قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ إيه برب الناس كان لما نتقرأ واضي ولا ما واضي شريعان إسلاما هقوان انتاني الراس الأرقو وانتو كسري دا كسفيت كسين ضرر كسوبا جنتاتو كسوبا عذاب انتاني كتوحيدا كشركي انتان كسنارا كبدع انتان أكسك أبا إسلام ماني إذا كان فيد مودا ندوق أبنا واضي الأسباب الثلاثة سبب وانسا دينا ما دبنا إفادة ما يعيد يعني رنو ذي بي أمي سيتا خير إن شاء الله تعالى طيب عيد نعم نعم الأول الاعتقاد الصحيح أحسن نعم الشرك الأصغر أحسن الثالث يعني الثالث الشرك الأكبر أن يعتقد أن السبب هو المؤثر لذاته لا
اجلس بارك الله فيك. لا لي شرك الأك. أما مثلا قرآن سرتك أرعمكن هو الشافي بنفسه يوجي أمانا من كتبك. ما هذا الاعتقاد؟ شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام. قرآن نئف ما من مفيسا سورة الفاتحة أفو ما من مفيسا جاء ودوي هذه نميتك مال تهجر كافر مخرج عن دائرة الإسلام. واني اني يادوك او مالين ان القرآن سبب للشفاء. قرآن سبب فياتي والشافي من؟ الله. هل القرآن الشافي؟ لا. وانما الشافي من؟ الله. لكن القرآن ما هو؟ لكن الاذكار ما هو؟ واضح يا جماعة. اكنت فرأتودا اندوك امنا. بهذا نختم درس اليوم. درسي أرأنتنا كنان قولمني ونبدأ غدا إن شاء الله تعالى بأقسام الخوف، لأن الخوف من أنواع ماذا؟ عبادة. خوف ما لرى لكام بصوت عبادة روان تأف برم يربي فده درسي برو أقسام خوفي ميك أجنة قودوا خوفيتين كان جلق أمنتانا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.